السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في مطلوب مننا تقديم المعلومات الضريبية لأيرلندا. ان شاء الله الطريقة سهلة جدا. هنا قصدنا جوجل ادسنس، هتدخلوا جوجل ادسنس بتاعكم من الكمبيوتر او من الهاتف. لو الهاتف تختاروا اصدار الموقع الالكتروني وتعلموا على المربع عشان يبقى زيه زي الكمبيوتر. انا هنا دي المدونة بتاعتي، ارباحها بسيطة زي ما انتم شايفين كده، تمام. اللي عنده يوتيوب يدوس برضو على الثلاث شرط دول، وبعدين يدوس على الدفعات، وبعدين يدوس على معلومات الدفع. هيظهر المنظر اللي قصادنا ده، هيظهر حاجة هي قصادنا تنبيه باللون الاحمر لتجنب اي تأخير في دفع العائدات، يبقى علشان الدفعة متتأخرش ويحصل مشاكل. ندوس على اضافة المعلومات الضريبية اللي هي هنا، او ننزل تحت شوية وندوس على إدارة الإعدادات. ننزل شوية لغاية ما نوصل لمعلومات الضرائب في أيرلندا، وعلامة القلم ده ندوس عليها، وبعدين ندوس على إدارة المعلومات الضريبية. هيظهر المنظر اللي قصادنا ده، ندوس على إضافة المعلومات الضريبية. هيظهر المنظر اللي قصادنا ده، ندوس على فتح النموذج. هنا ندوس على السهم بتاع القائمة المنسدلة، هنلاقي هيفتح معانا اللي هو نوع النشاط التجاري، هنختار فرد. وبعد كده هيظهر قصادنا هنا بقى، هل انت مؤهل للاستفادة من نسبة اقتطاع مخفضة للضريبة من خلال معاهدة ضريبية؟ هنختار لا. وبرضو هنا، هل انت مؤهل للاستفادة من اعفاءات اخرى او معدلات ضريبة اقل؟ هختار برضو لا. هنا رقم المعرف الضريبي في بلد الإقامة اختياري، ماليش دعوة بيه، هسيبه زي ما هو كده. وبعد كده أدوس إرسال، هلاقي اتكتب لي تمت الموافقة على معلوماتك الضريبية والحالة مقبولة، تاريخ إرسال المعلومات 7 ديسمبر 2023، كده تمام. ولو نزلنا تحت شوية هنلاقي المعلومات الضريبية للولايات المتحدة اللي كنا عاملينها قبل كده. الموضوع سهل وبسيط. وفي النهاية شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.